السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين في احسن حال. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد. المهم هذا الفيديو بحال غنقولوا الجزء الثاني ديال اخر فيديو كنت حطيته في القناه، حيت كانوا فيه جوج ديال الوصفات. الاولى كانت ليكيش اللي كنت شاركت معكم. عامرين راه تشاف الحمد لله وبزاف الناس كيديروه. المهم والفيديو الثاني دابا اللي هو هذا، فغادي نشارك معكم بيتزات، يعني ميني بيتزات اللي كيجوا معمرين. المهم اما كتقادوهم في الدار، يعني هذوك هذيك لاباط ديالهم اما كتقادوها في الدار، اما لكتو زعما مزروبين شريوها. هذه هي لاباط ديال البيتزا اللي خدمنا عليها. كتشريوها راه كيكونوا في كارفور، في اي بلاصه في مرجان وهذا. المهم ما عليناش، عندنا من بين المكونات كاين بعدا هاد لاباط ديال الاولى. هانتوما كيف ما كتشوفوا حنا هنا الاشاره كانت عندنا واحد عرضه هكا خفيفه ظريفه، ودرناهم هذوك ليكيش. غادي نحتاجو الزعتر، نحتاجو اي نوع ديال الحوت، من الطور ولا اي نوع. وعندنا لاصوص، يعني المهم لاصوص اما تقاد في الدار وكذلك دابا كيتباعوا واجدين، كيتباعوا في دوك القرعه ديال القرعه ديال الزاج. المهم لا ما نذكر الاسماء، كيتباعوا واجدين. المهم كاين فرماج احمر وكاين موتزاريلا. الاشاره هذيك لاصوص راه كتكون معها الزعتر مخلط مع الزعتر وداكشي صافي. اول مرحله ان شاء الله اللي غادي نبداو فيها هو اننا غادي ندهنوا هذيك البيتزا. المهم ما بقاش نهضر بزاف لحقاش المراحل ديال انك كيفاش تصاوب بيتزا كلشي كيعرفها، ممكن نخليكم تفرجوا في الفيديو.